فرنسا كما قلت، وسلاح والعسكر تاع فرنسا وخرج 54 سيت ان سوز اوفيسي 54 روب لوا عاش حتى 55 في الكازيرنا نتاع لارمي. في الكازيرنا نتاع لارمي جاب 5 عسكر معاه، جاء لاباز كابيلي ديال الميزان، عاش تما ايها الاخوان حتى 58. ضابط الجيش التحرير الوطني في 58 استشهد في وقت قصار بما قواه، حتى اليوم ما صبناش الدشة تاعو ايها الاخوة. سيدي الوالية، لا كومين سكري اكثر من 150 مجاهد اللي خرجوا فيه. سيدي الوالية، لا كومين سكري عنده 37 دشة. سيدي الوالية، 57 37 شهر بقاو 3 اللي بقاو 57. سيدي الوالية 58 3 شهور هذوك داهم ام جي زبو في ريحة، ما بقى حتى واحد هنا. سيدي الوالي المسؤولين كاع تاع الصورة جازوا منا. سيدي الوالي عميروش والحواس ربي يرحمهم، هذو نذكرهم كذلك، البيسي تاعهم هنا في لا كومين زكري. عميروش كي راح لتونس مع سي الحواس ربي يرحمهم، راحوا طلعوا منا، جمعوا الغاشي تاعنا، جمعوا المجاهدين والمجاهدات، على خاطر علاش نفك الشيء كاين الناس اللي ما يعرفوهاش، كانت الاخر نتاع لي بلو كوبلو نتاع لي بلو عمير واش الله يرحمه في خلاص كاع الناس اللي كان في لازون طوا بعثهم لازون دور، اللي كان في لازون دور جابهم من هنا وراحوا ايها الاخوان شدوا طريق نتاعهم لتونس. لا معنى كاين حاجة أيها الإخوان، راح المسكرة كما يقولوا جيد لا شونس، تلاقيت مع وليد سي الحواس كان يقري في الجامعة في نيويورك أيها الإخوان، استقبلوا هذه الدعوة هذه في نيويورك. وليد الحواس هدرت معاه، انا تحاورت معاه سبتو يقري في نيويورك. سيدي الوالي ايها الجماع ايها التلاميذ، نقصر كلامي اخطر كاين بزاف باش نهضر الى ما كانش ما نسلكش، والسلام عليكم ورحمه الله.